يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان مسافرا وهو صائم وشق عليه السفر فنوى الفطر ولكنه بعد ذلك أكمل صومه، فهل يعتبر مفطرا بالنية مع أنه لم يأكل ولم يشرب؟ إذا عزم على قطع النية أفطر، أما إذا تردد يقول أنا أفطر ما أفطر، أنا بحاجة للفطر، أو هذا متردد ما تنقطع النية. نعم.